عودة إلى الفلاح إبراهيم من أم البواقي الذي استفاد من مشروع بئر ارتوازية بعد بث حالته في برنامج جزائريون ونجاحه في تحويل الحجر إلى شجر. نتابع حكايته في هذا الروبورتاج. هنا بمشتت بكيكيا في بلدية سوق نعمان بولاية أم البواقي، الأرض لمن يخدمها لأنها كنز لا يفنى، وقد خدمها إبراهيم بلوشا بجهد جهيد وعناء كبير فحولها إلى فضاء أخضر. سبق لبرنامج جزائريون أن تطرق إلى وضعيته مع الماء والكهرباء، فاستفاد بعد البث من بئر ارتوازي لسقي الأرض، حيث بدأت الحياة تعود مجددا إلى هذا المكان الصخري. دركو القناة راهم جاوني على جال الفراج، دركو راهم عطوني الفراج، راني حافر الفراج 250 متر. الماء راهو كاين خيرات ربي، التريسيتي ما عنديش. دركا راني مدير الشتلة تاع الفلفل تاع الطماطم، السجرة باش نشرب ما كانش، باش نشرب في انا نفسي باش نشرب انا ما كانش. تمسك منذ ان كان شابا يافعا، فتعلق بالارض وخيرتها وبالتربة التي نمت وزادت فيها الشجرة المباركة بالرغم من انعدام الماء، ففضل البقاء ومواجهة الصعاب لتحقيق غايته الجوهرية حيث كان في غاية العطاء. اروحوا شوفوني، اروحوا شوفوني، شوف المشروع على كان اخويا ما موش عاجب اللي الدوله ما كانش مشكله، انا نروح نخطي اللي يخرج يقول لك المشروع ممتاز 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 ولا حياته من دوناتي ما كان والو. وين رايح نروح دركا؟ المشروع راهو حابس، الفراج ها وين الفراج؟ ها ها الفراج، ها الفراج، ها هو الفراج راهو مقفول. انا نجيب ماتريالي نقعد ولادي نقعد 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 نروح نروح، اعطيني تريسيتي انا راح نخدم. انا عندي الشتله تاع الفلفل، عندي تاع الطماطم، كي نغم نغرسهاش في الصيف وقت نغرسها، نزرعهاش في وقتها وقت نزرعها. إبراهيم بلوشن ما زال يتطلع إلى خدمة الأرض وهي كثيرة المنافع، بينما ظل يبذل جهدا باختلاف الأعمال الفلاحية التي يقوم بها طوال اليوم، حيث ومع ذلك يعيش على رائحة التراب وغبار الأرض في بيئة جبلية قاسية. هضروا عليه، فوتوا له ان روبورتاج، شافوا ليه بعين الاعتبار، عطاو له هذا البير الارتوازي هذا الفراج، مي درك بقى له تريسيتي، مشكل تاع تريسيتي. حنا نناشدو ونطلبوا منهم بالك يزيدوا يدخلوا يعطيو له يفوتوا له تريسيتي او قريب، اي ماهيش حاجه مستحيله، مون با 300-400 متر منا، يعطيو له تريسيتي ويكملوا له يكمل المشروع نتاعو ويسلك الكريدي تاعو ولا المهم يخدم على روحه ويخلق مناصب شغل لله. انا اليوم في الليل عساس وفي النهار خدام وفي الليل خدام، سجره 4000 سجره، سجره والده رواح. درك كنا عاتلك درك تشوف الغله كيفاش تشوف فيها، اي راحت. انا كي يروح للمشروع واش راح ندير له؟ انا نخدم كلش كلش هنا في راسي، وراني درت وثيقه واش راح نخدم، قلت لهم ندير المعصره، ندير الدجاج، ندير البقري، ندير الغنم، ندير كذا، رزقني ربي بالماء على بخلني يعني عليه.
للتذكير بأن إبراهيم شغله الشاغل هو الكهرباء الفلاحية حتى يتسلسل الماء في هذه الأرض كالجريان الذي دب فيه دبيب الحياة.